Good morning, my lovely students. اليوم رح يكون درسنا عن comparing numbers, يعني مقارنة الأرقام from 1 to 20. هلأ رح نعمل نشاط. الكل يجيب قلمين وحبات فاصوليا أو أي شيء تاني مثل حمص، عدس، أي شيء موجود بالبيت. ماشي؟ وهلأ أنا احتاجت لخمس حبات جبت. رح نقسمهم لاسمين. هون رح حط 2 1 2. بالجهة الثانية رح حط 1 2 3. وهلأ رح أجيب القلمين بدنا نوصلهم ببعض. رح نحاول نوصلهم ببعض. هيدا القلم رح ينحط هيك لينوصل من أول وحدة من هون لهون، والتاني نفس الشي. شو طلع عنا؟ أي شكل طلع عنا؟ هيدا الشكل. شو بقول له لهيدا الشكل؟ بقول less than. less than قدي عندي أنا هون؟ 1 2. يعني عندي 2 is less than. قدي عندي هون؟ 1 2 3. 2 less than 3. دايما الصغيرة هي 2 تاكل الكبيرة اللي هي 3. 2 دايما ما بدي انسى 2 less than. ما ننسى كلمة less than، هي هالإشارة less than 3. وهلا كمان نفس الشيء بس رح نزيد حبات الفاصوليا. رح نقسمهم لقسمين نفس الشيء مثل قبل. خلينا نبلش مع بعضنا نحط. يلا كلكم معي كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. حطينا هون 11. بالجهة الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8. حطينا هون 8. هلا رح اجيب الاقلام ورح اعمل نفس الشيء. اي شكل طلع عنا؟ هيدا الشكل. شو بنقول له لهيدا الشكل؟ greater than. يعني 11 عنا هون 11. 11 is greater than. قديه عنا هون؟ 8. دايما بقول 11 is greater than 8 حسب العدد اللي عندي هون اكبر من 8. دايما الصغيره مثل ما شايفين اكلت الكبيره. ماشي؟ وهلا الكل يجيب ورقه وقلم لنحل ابلكيشن صغيره. كلنا خلينا نرسم مع بعض 1 2 3 4 5 6 7. انا رسمت 7. هلا رح ارسم قبال عدد ثاني 1 2 3 4. بدي شوف عنا هون بالاول 7 وهون عنا 4. اذا بجرب اللي عملناه قبل شوي بالقلمين وصلهم ببعض فرح يطلع عندي هيدا الشكل. شو قلنا عنه هيدا الشكل؟ 7 greater than 4. بحط علامة greater than. دايما عندي هذا الكبير هو هون نقطتين والصغير التقوا بنقطة واحدة وبوصل. شو بقلها؟ greater than. هلا كمان نفس الشيء 1 2 3. وهون بقلها رح ارسم 1 2 3 4 5. قدي رسمت هون؟ 3. قدي هون؟ 5. هلا بدي اشوف اي الاكبر واي الاصغر. كمان نفس الشيء اذا استخدمت القلمين وعملت هيدا الشيء
أي شكل راح يكون طلع عندي؟ less than. برافو. فبحط هون نقطة مطرح ما التقوا. عندي الكبير الفايف بحط نقطتين وبوصله. فعنا الثري less than five. ثري أصغر من five. في عنا هيدي الوركشيت هي هومورك بتحلوها وبتبعتوا لي اياها صوره. بس رح نحل مع بعض بالاول. اول وحده عنا 8 و 13. ال 8 is less than or greater than 13. يعني ال 8 هي اصغر من او اكبر من 13. very good. ال 8 is less than 13. كمان بتكملوا البقايا على نفس الطريقه، بتحطوا less than or greater than.